رئيس السيسي يلتقي في بروكسل بملك بلجيكا وعدد من المسؤولين ويعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب. مدبولي يؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى ويتوقع نموا يتجاوز 6% هذا العام. البرهان يعلن أن الأيادي ممدودة للمكونات السياسية كافة لتحقيق الوفاق الوطني بالسودان. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. آفاق أرحب ومجالات عدة تنتظر مسار توطيد العلاقات بين مصر وبلجيكا لتضيف صفحات جديدة وتطور مستوى التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية. توجه انعكس خلال نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليوم الثاني لزيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الملك لوي فيليب ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات خاصة في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر. كما أشاد الملك فيليب بالدور المحوري الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمية. كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر. من جانبه توجه الرئيس السيسي بالشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدا المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل. وتطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية اللازمة. كما حرص ميشيل خلال اللقاء على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف. وخلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، وذلك خلال استقباله بيتر جان دينول الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية. وخلال لقاءين آخرين، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بلجيكا في ضوء الإنتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية، مشددا على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة. في مستهل
زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جان دونيل الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جان دونيل، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة ديمي لأعمال التكريم وشركة ميناء أنتور وشركة فلوكسس. اللقاء تناول متابعة التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. ترتبط مصر وبلجيكا بعلاقات صداقة قوية ومتميزة اكتسبت أهميتها من عبقرية مكان كلا البلدين على الخريطة العالمية. هذا وتشهد المباحثات دائما بين مصر وبلجيكا سبل تسوية عدد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتطورات القضية الفلسطينية. علاقات متميزة تجمع مصر وبلجيكا تكتسب أهميتها انطلاقا من عبقرية المكان لكلا البلدين، فمصر هي قلب العالم العربي وإحدى عواصم القرار في الشرق الأوسط وأيضا البوابة الرئيسية إلى أفريقيا، أما بلجيكا فتعد مركز الاتحاد الأوروبي، كما تعد بروكسل عاصمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي لكثرة مقار الاتحاد بها. علاقات ثنائية قوية ومتنوعة في شتى المجالات، واحتفلت مصر وبلجيكا في عام 2005 بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهما. في سبتمبر عام 2019 كان لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل في نيويورك على هامش اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة. الرئيس السيسي حرص أيضا على تهنئة ميشيل على انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبي اعتبارا من 2 ديسمبر من عام 2019. المحادثات المستمرة بين القيادة المصرية والمسؤولين في بلجيكا تتطرق دائما إلى ملفات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيز أواصرها، كما تشمل أيضا جهود مكافحة الإرهاب في ضوء رؤية مصر بأهمية تضافر الجهود لوقف أي تمويل أو دعم سياسي للإرهاب. القاهرة وبروكسل دائما ما تبحثان سبل تسوية الأزمات القائمة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وكذا تطورات القضية الفلسطينية في ظل التأكيد الدائم من الرئيس السيسي بالالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات. وفي هذا الصدد تعد بروكسل من العواصم الأوروبية الداعمة للتوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وكافة قضايا المنطقة. وللمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مفادة التلفزيون المصرية ليلى عمر. ليلى، ضعينا في آخر مستجدات أجندة نشاط السيد الرئيس اليوم في بروكسل. نعم إيمان، لم يتبقى في لقاءات اليوم الكثير. في تمام الساعة 7 وبعدها بقليل يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مائدة مستديرة مع مجموعة من رجال الأعمال البلجيكيين، بالإضافة لمجموعة أيضا من ممثلي عدد من الشركات البلجيكية. كان اليوم قد بدأ في الصباح الباكر إيمان بلقاء مع ثلاثة رؤساء لشركات بلجيكية في مجالات متنوعة، منها التكريك والطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضا ما
يتعلق بالموانئ. كان هناك لقاءات خاصة مع هذه الشركات، كلها أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في المجال الاقتصادي في التعاون تحديدا مع دول الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، وأشادوا بالطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر مؤخرا، وأيضا أشادوا بالمشروعات التنموية والقومية العملاقة في مصر. وكان لي لقاء مع أحد رؤساء هذه الشركات تحدث عن الطاقة النظيفة في مصر والاستفادة من استخدامها للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفكرة الهيدروجين الأخضر والخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الطاقة النظيفة. في منتصف اليوم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي أشاد بهذه الزيارة التي تعتبر أو تعد الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجيكا، أشاد بالدور المصري في المنطقة وأكد على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون فيما يتعلق بالملف الليبي. هذا اللقاء أشاد فيه أيضا شارل ميشيل بالعلاقات المصرية الأوروبية وحرص مصر على التواصل الدائم مع دول الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك إشارة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، هذا الملف الذي كان مطروحا إيمان من قبل على القمة الأخيرة في عام 2017، قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي التي عقدت منذ عدة سنوات، وطرحت هذا الملف ملف الهجرة غير الشرعية الذي لا تزال هناك جهود قائمة لحلحلته، جهود بين القارتين الإفريقية والأوروبية. وأشاد شارل ميشيل بمصر في هذا المجال بالتحديد وفي الطفرة التي حدثت في هذه الظاهرة وقلة أعداد المهاجرين غير الشرعيين وجهود مصر في هذا المجال. أيضا إيمان كان هناك لقاء بعد ذلك مع الملك فيليب ليوبولد ملك بلجيكا، كان هناك استقبال رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي وجلسة مباحثات ثنائية بين الطرفين تناولت مستجدات العلاقات بين مصر وبلجيكا، خاصة أن بلجيكا من الدول الأوروبية التي لها العديد من الاستثمارات والمشروعات في مصر. أشاد الملك فيليب بهذه العلاقات وأشاد بمصر ومجهوداتها على الصعيد الإقليمي والدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكد على سعي مصر الدائم لتحقيق التواصل وتوطيد العلاقات مع بلجيكا، وتباحث حول عدد من الموضوعات منها ما يتعلق بالإرهاب والتسامح بين الأديان والهجرة غير الشرعية والسلام في إطار حرص الدولتين على تحقيق التعاون الدائم والمتبادل وتعزيز العلاقات. هذا إيمان كان ما يتعلق بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكن في الغد هناك لقاءات أخرى أيضا تسبق حضور الرئيس للقمة، ستبدأ بلقاء مع رئيس وزراء بلجيكا، بعد ذلك هناك لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين، بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لحضور قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة، ليطرح أيضا وجهة نظر مصرية مرتبطة بعدد من القضايا على رأسها الطاقة والمناخ، خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 مع نهاية هذا العام. إليك إيمان. أشكرك جزيلا. مفادة التلفزيون المصري إلى بروكسل ليلى عمر، كنت معنا على الهواء مباشرة. ولمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا أيضا بينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك طبعا في البداية، ويعني زيادة وتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلجيكا ظهرت خلال السنوات الماضية وعززتها اليوم لقاءات سيادة الرئيس بعدد من الشركات البلجيكية، كيف تقيم ذلك؟ بكل تأكيد دعينا نبدأ القمة التي عقدت اليوم بين السيد الرئيس وملك بلجيكا الملك فيليب ليوبولد، وغدا زي ما حكيت التقي بألكسندر ديكرو اللي هو رئيس الوزراء البلجيكي. طبعا العديد من الملفات الإقليمية والدولية، لكن المؤكد تقدير كامل للسيد الرئيس وموقف مصر الداعي دائما للأمن والاستقرار في جنوب أوروبا البحر المتوسط وفي أفريقيا والمنطقة العربية، وكذلك تقدير لما قامت به مصر من جهود في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، طبعا دعم القضية الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. على الصعيد الثنائي يقدم السيد الرئيس في كل زياراته الخارجية مصر كفرصة استثمارية واعدة، وبالتالي كان لقاءه اليوم بتحالف الشركات البلجيكية في هذا الإطار، وبيبحث موضوعي
التكريك وتطوير الموانئ مع سلطة ميناء أنتوير، أحد من أكبر الموانئ العالمية. كذلك موضوع مستقبل الطاقة كان حلا وبقوة بحثا عن توطين صناعة الهيدروجين، تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر والوقود البديل والطاقات الجديدة والمتجددة، علاوة طبعا بحث الصناعات العسكرية مع الشركات البلجيكية الكبرى في حضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية. طبعا هذه اللقاءات بتعكس ليس فقط عمق العلاقات ولكن المكانة التي باتت مصر عليها، سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والدولية، ولكن بوصف مصر فرصة كما ذكرت استثمارية هامة بحكم الاقتصاد المستقر، الجهد الذي بذل عبر سنوات لإنشاء بنى تحتية عصرية حديثة على مستوى مختلف القطاعات. وإذا ما أشرنا أيضا للقاءات اللي تمت اليوم، لابد من الإشارة للقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وتنسيق المواقف المصرية مع أوروبا، بوصف أن مصر معامل استقرار أمني واستراتيجي لأمن واستقرار أوروبا. يعني كانت المستشارة الألمانية تذكر دوما أن أمن مصر من أمن واستقرار أوروبا، وبالتأكيد مصر دولة فاعلة ومسؤولة ولديها أيضا صوت مسموع الآن في مختلف القضايا، من قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ولكن قضايا المناخ أيضا بحكم استضافتها اتفاقية الأمم المتحدة للأطراف COP 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ستقدم العالم رؤية أفريقيا ورؤية العالم النامي التي تعاني من آثار التغيرات المناخية، من انحسار الشواطئ ومن ارتفاع في درجات الحرارة، وتدفع اقتصادياتها أثمانا باهظة، علاوة على طبعا الوضع الحالي لظروف جائحة كورونا ووقع على اقتصاديات أفريقيا وأهمية توطين التكنولوجيا الطبية وصناعة الأمصال حماية لأبناء القارة من وطأة هذه الجائحة. أيضا سيادة السفير، في ضوء ما تم مناقشته اليوم في تلك اللقاءات، يمكن حضرتك ذكرت عدد كبير منها، أيضا في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي ممكن أن تنتظر البلدين ما بين مصر وبلجيكا؟ طبعا الصناعات العسكرية كما أوضحنا، التكريك لصالح قناة السويس ولحماية الشواطئ لبلجيكا باع طويل وشركتها في هذا المجال، كما ذكرت ميناء أنتورب هو يعني واحد من أهم الموانئ العالمية، فلي خبرة إدارة الموانئ ستفيد كثيرا، إضافة إلى الصناعات التي يركز عليها السيد الرئيس حاليا وهي الطاقة البديلة لأنها مستقبل الطاقة. ولعل من يومين كان الحديث واضحا في مؤتمر الطاقة في مصر عن هذا الملف الذي يحظى باهتمام رئاسي، حماية الشواطئ والطاقة البديلة والصناعات العسكرية والدفاعية والتكريك والموانئ كلها عناوين، والبنى التحتية حيث تشاركنا شركات بلجيكية كثيرة في الطفرة التي شهدها عملية البنى التحتية في مصر. وكذلك مصر تقدم أيضا نموذجا للدولة الإفريقية الناهضة التي تقدم للعالم نماذج، ولإفريقيا تحتذى سواء في مواجهة التغيرات المناخية أو في حياة كريمة. حياة كريمة أنا بعتبرها يعني ثورة اجتماعية أن تنهض بمستقبل 58 مليون نسمة، 60% من سكان مصر يعيشون في الريف، فإذا ما نهض الريف نهض الاقتصاد المصري، إذا ما أسري الفلاح المصري سار الاقتصاد المصري. فبالتالي مصر تتحرك على كافة الأصعدة بثقل، وهذه الثقل الداخلي ينعكس على حركتها الخارجية اللي بتحظى باحترام. كان الرئيس منذ أيام قليلة في بريست في باريس في قمة محيط واحد، صحيح، والتقى أنا لينا بيلبوك وزيرة خارجية ألمانيا في زيارتها الأولى خارج بلادها، وكان في الصين أيضا في افتتاح الأولمبياد الشتوي، واليوم في قلب أوروبا في عاصمتها النابضة بروكسل يتحدث باسم القارة الإفريقية مع شركائنا في القارة الأوروبية.
نعم، يعني وضحت الصورة سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تحقيق نسبة نمو 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري، وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن توقعات النمو مع ربع الثالث والرابع يمكن أن يتجاوز 6% ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول. متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام اللي هم من أول شهر يوليو حتى ديسمبر هي 9%، وده الحقيقة رقم طبعا الحمد لله بيوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتصارع عملية النمو اللي الحقيقة اتحققت في خلال هذه الفترة. وخلينا نتكلم، طبعا احنا لما بنقول هذه الأرقام هي بتبقى دايما بتقارن بالربع اللي قبله في العام اللي يليه، اللي سبقه ليه. احنا العام اللي قبليه طبعا كنا كلنا عارفين ان هو العام اللي كان العالم كله تأثر بجائحة كورونا، وبالتالي يعني احنا كنا بنتكلم ان نسبة النمو في النصف الاول من العام الماضي يعني زي بالضبط نفس المدة دي كان اقل من 2%، فاحنا النهاردة بنتكلم على نسبة نمو 9% في النصف الاول. وده الحقيقة، بس أنا حابب أقول، وطبعا إحنا ما بنحبش دايما نتكلم على المستقبل إنه بيد الله، ولكن ده بيدينا الثقة إن إحنا إن شاء الله وبإذن الله الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام إن شاء الله إن نسبة النمو هتتجاوز 6%. وبشأن معدلات التضخم، أكد مدبولي أن نسبة التضخم التي تشهدها مصر هي نفسها قبل الجائحة، وأضاف مدبولي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل غير مسبوق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود في مصر بلغت 9.7% مقابل 54% على الصعيد العالمي. في موجة تضخم عالمي حصلت، العالم كله بيتكلم على نسب تضخم، يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز 1%، النهاردة بيتكلموا في 5.5 متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة. الولايات المتحدة الأمريكية التضخم وصل 7.5%، أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من 40 سنة. احنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي هي 8%، احنا بنعرفين ان احنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة احنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا، ودي ماشية مع مستهدفاتنا اللي احنا كنا عارفين ان مع التقدم والتنمية ونمو الاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جدا كل الاقتصاديين عارفين انه بيبقى بيتواكب معاه زيادات طفيفة، وده اللي احنا دايما بنأمله ان احنا بيبقى يحصل معاه زيادات طفيفة في التضخم. وحول جهود الدولة في توفير السلع، اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة قامت بجهد هائل لتوفير كافة السلع للمواطنين، واضاف مدبولي ان اي زيادة في اي سلعة في الخارج تتأثر بها الدولة بصورة او باخرى. اسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة، أسعار تكلفة الشحن زاد 3 أضعاف، شحن عادي قيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت 3 أضعاف، فنتخيل إن أي سلعة
احنا بتجيلنا يعني انا معلش انا هقولك كده ببساطه شديده، الالم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محطوط فيه كل حاجه، تكلفه الانتاج وتكلفه النقل او الشحن اللي بتيجي من بره، فلما تكلفه الشحن لوحدها تزيد 3 اضعاف وطبيعي هتسمع في السلعه. جنبا الى جنب مع ده موضوع التغيرات المناخيه، وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق، ويمكن احنا شاهدناها السنه دي اكيد كلنا شعورنا الشتاء اللي جه السنه دي غير مسبوق، فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعيه، فده ادى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم. انا بتكلم هنا على العالم كله، ومصر جزء من لا يتجزأ من العالم، فكل ده ادى الى اضطرابات في الاسواق وارتفاع في عدد من السلع. وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدوله كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع. وعن خطورة البناء على الأراضي الزراعية قال رئيس الوزراء إن هناك عقابا شديدا على التعدي على الأراضي الزراعية، وأكد مدمولي أن الدولة تبذل جهدا هائلا في استصلاح الأراضي الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه. بيحزننا النهاردة مع الجهد الهائل اللي احنا بنعمله في استصلاح الأراضي الزراعية، وبندفع مبالغ طائلة لتوصيل المية، معالجة المية الأول، لأن طبعا إحنا بنزرع كل اللي بنعمله، وأنا بأكد كل مشروعات الاستصلاح دي على نفس كمية المية بتاعتنا، لكن كل اللي عاملين نعمله بنستثمر عشرات المليارات في إعادة تدوير المية ومعالجتها والاستفادة بكل نقطة مية عشان نعمل نزود رقعة زراعية. في الوقت اللي الدولة بتعمل كل الكلام ده فيه نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية، والمواطنين مستمرين وفي استمرار في عملية البناء على الأرض الزراعية. يا جماعة بالعقل، يعني أنا رايح بقعد أستثمر وأقعد بالسنين عشان أطلع فدان ينتج، وعندي الأرض اللي ربنا مديها لي بقالها آلاف السنين أبني عليها، وحيجي كل مواطن لسان حاله يقول هي جت على الإراطين بتوعي هم دول اللي حيفرقوا. أيوة، لأن اللي بيحصل مش من واحد، بيحصل من آلاف، فنتيجة لكده بنلاقي إيه؟ إن آلاف الأفدنة بتضيع. فعشان كده الموضوع ده أصبح بالنسبة لنا قضية أمن قومي يا جماعة، لازم نتحرك. وأنا آسف أقول لأ، لازم يكون هناك بقى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على اللي بيتعدى على أرض زراعية. معي عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. بداية أستاذ حسن، يعني تصريحات هامة لرئيس مجلس الوزراء حول السياسات الاقتصادية للدولة توقع خلالها أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري، طبعا هذا رقم كبير يكون من أعلى معدلات النمو في العالم، إلى أي مدى ترى أن ذلك يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا التي هزت العالم؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، يعني هناك عدد كبير من الملفات التي تناولها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد الاجتماع الأسبوعي الحكومة بالمقر الحكومي اللي هي بالعاصمة الإدارية الجديدة. لو تناولنا من ضمن هذه الملفات هو ملف الإصلاح الاقتصادي وملف تعافي يعني من هذه الأزمة، وبالفعل الدولة المصرية يعني نجحت نجاح كبير، يعني وكل المؤسسات الدولية بتشيد بما حققته الدولة المصرية من نجاحات في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو كان له مردود كبير خلال هذه الأزمة، يعني وهي أزمة يعني كورونا. رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولكن الحمد لله هناك سياسات ناجحة للحكومة المصرية والدولة المصرية بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كان له أثر إيجابي حتى بالنسبة لمعدلات البطالة، انخفضت طبعا عما كانت في السابق. احنا عارفين معدلات البطالة كانت في السابق 13 و14%، حتى بالنسبة لموضوع التضخم. يمكن موضوع التضخم ده هو تضخم عالمي ليس في يعني مصر فقط، ولكن يمكن حوالي 35% من يعني تأثير التضخم على مصر بيأتي من الخارج نتيجة يعني السلع اللي هو بيتم استيرادها، ولذلك الحمد لله هناك يعني مخزون استراتيجي من السلع. حتى بالنسبة للقمح، ومع أزمة يعني روسيا وأوكرانيا لدينا مخزون استراتيجي من القمح بيكفي طبعا مع الـ يعني
المحلي حتى نهاية هذا العام. الدولة المصرية حريصة كل الحرص على وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع، رغم يعني وجود هناك يعني زيادة في الأسعار، ولكن الحمد لله لم تكون هناك سلع ناقصة أو لم تكن يعني في يعني عدم وجود هذه السلع. كل السلع موجودة لدى المواطن المصري، يستطيع أن هو يشتري في أي وقت. ولكن يمكن هناك ملف آخر هو كان يمكن الواحد حابب أنه يلقي الضوء عليه، هو ملف التعدي على الأراضي الزراعية. هذه الظاهرة آن الأوان أن هي تختفي بالفعل لدى المواطن المصري، لأنه هو زي ما قال رئيس مجلس الوزراء، هذا الملف هو أمن قومي، ولذلك الدولة المصرية أو الحكومة المصرية متمثلة في وزارة العدل خلال الفترة الوجيزة المقبلة سيكون هناك إعداد مشروع قانون بيجرم هذه التعديات على الأراضي الزراعية، وتكون هذه الجريمة مخلة بالشرف، بالإضافة طبعا مصادرة المبنى، وكذلك معاقبة المقاول، وكذلك حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من عملية الدعم، سواء كدعم بالنسبة للخبز أو التموين أو السلع أو الأسمدة. صحيح، أشكرك جزيلا الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشاد مدبولي بمشاركة الرئيس السيسي المرتقبة في القمة الأفريقية الأوروبية والتي تعقد في بروكسل، ومشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيطرح مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية وصولا لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. كما أكد رئيس الوزراء أن اجتماع المجلس في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومية، موجها الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقارهم، وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال تدريجيا والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية. وخلال الاجتماع الأسبوعي، استعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الصحة والسكان حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا. كما استعرضت وزارة الصحة الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لكورونا المستهلكة والمتاحة بلغت 140.5 مليون إلى جانب التعاقد لتوفير عقار باكسلوفيد وإيفوشيلد وتوفيره في جميع المستشفيات الحكومية، فضلا عن الإنتاج المحلي لعقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تقريرا بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021 وملامح الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 حتى 2027. وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات تمويل تنموية تستهدف 86 مشروعا في مختلف قطاعات الدولة. أكد مدبولي أهمية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لمتابعة مستجدات التحضير لمؤتمر المناخ. ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة استعدادا للترويج لها دوليا، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء. كما تم استعراض تطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف. من ناحية أخرى، ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة مسجلة أمام جلسة بعنوان الاستفادة من النقل من أجل تعافي مستدام، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي 19 لتحول النقل، والذي ينظمه البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، والذي يعقد افتراضيا اليوم وغدا. وخلال كلمته، لفت مدبولي إلى أنه على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية الضارة، إلى أنها حريصة
حريصات على استضافة المؤتمر القادم لتغير المناخ COP27 للمساهمة في تمهيد الطريق أمام المجتمع الدولي لكي يزدهر وينمو نحو مستقبل أخضر. وخلال متابعته الموقف التنفيذي لخطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وكذلك الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر. قدم مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض. كما نعى رئيس مجلس النواب والشيوخ المستشار الدكتور حنفي جبالي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكبار رجال الدولة المستشار الجليل الراحل سعيد مرعي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذي مستويين سيناء 6 والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام. يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء 6، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وكفاءة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى سرطان الأطفال لدعم المرضى من الأطفال وتقديم هدايا لهم. كما نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومي للأورام لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. في الوقت الذي تقف فيه وزارة الداخلية حارسا أمينا على تنفيذ القانون لينعم المواطن بالأمان، فإنها تكون أكثر حرصا على تطبيق الأبعاد الإنسانية في الاستراتيجية الأمنية، وهو ما تجلى هنا في تنظيم زيارات إلى المستشفيات لتقديم الدعم للمرضى بها، كتلك الزيارة للإدارة العامة للمرور
لمستشفى سرطان الأطفال، وقد حمل رجال الإدارة معهم الهدايا التي أهدوها للأطفال المرضى، ما رسم البهجة والفرحة على وجوههم. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، بيجي هنا باستمرار، بيجي يفرحوا الأطفال وبيجي لهم هنا برضو هدايا وحاجات، والحمد لله الطفل فرحان باللعبة وده بيساعدنا إن هو يكمل علاجه. أنا بشكر وزارة الداخلية إن هم جو زار المستشفى النهاردة وبسطوا الأطفال، والأطفال مبسوطة جدا. تم إقامة مدينة مرورية استطاع الأطفال من خلالها التعرف على الإرشادات المرورية التي شرحها لهم رجال المرور من خلال نماذج الشوارع والسيارات وإشارات المرور. اتفاجئنا أن وزارة الداخلية عاملين لهم احتفال كبير وجايب لهم عربيات وهدايا كبيرة يلعبوا بيها وفرحوهم جامد، فبنقدم شكر كبير لوزارة الداخلية أنهم أسعدوا ويسروا كل الأطفال 57. الزباط جميلة عربيات وانبسطت جدا ولعبت بها كتير. كما نظمت أكاديمية الشرطة زيارة لطلابها وضباطها للمعهد القومي للأورام، اتسمت بطابع إنساني حيث قاموا بتوزيع هدايا تذكارية على المرضى من يتلقون العلاج بها، وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على تحمل آلام المرض، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذا الاهتمام بهم. شرفنا بزيارة من كلية الشرطة، ضباط وطلبة شرفونا عشان يزوروا الأطفال عندنا وقدموا هدايا ليهم، كانت فرحة كويسة جدا للأطفال ورفعوا من معنوياتهم، واحنا بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر كلية الشرطة وطلبة كلية الشرطة. الزيارة دي بتتكرر كل سنة واحنا بنبقى سعداء بيها، وهم بيبقوا مستنيينها سعداء بالهدايا التذكارية اللي بياخدوها. ودخل علينا زيارة من كلية الشرطة، بصراحة فرحوه جدا واتبسط جدا بالهدايا اللي اداها له وحفزوه، وكان مبسوط بيهم جدا والله. تهتم الوزارة بتفعيل الجانب الاجتماعي والإنساني في استراتيجياتها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعظم من حقوق الإنسان، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال مبادراتها الإنسانية المتنوعة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. اختتمت بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر انعقاده يوم السبت المقبل، وذلك برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي وحضور ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية. واتفق المشاركون على الصيغة النهائية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي، تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية، ثم رفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها. وتأتي الوثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الأيادي ممدودة لكل المكونات السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني والوصول لانتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك خلال كلمته لضباط وضباط صف وجنود منطقة وادي سدنة العسكرية في الخرطوم. وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن قيادة السودان والقوات المسلحة لن تسلم إلى الحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني. وأكد البرهان أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لا يمكن أن تفكر يوما في إشهار وتوجيه سلاحها لقتل أبناء شعبها. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. بوتين يدعو لنظام عالمي متعدد الأقطاب، وواشنطن تنفي انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا. We'll be right back.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الروسي ونظيره البرازيلي جاير بولسونارو الذي يزور موسكو لبحث العلاقات الثنائية. دولتان تدعمان إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات. في عام 2022 و2023 ستشارك البرازيل في مجلس الأمن كعضو غير دائم، حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال الأممي، ومن دون شك سنتابع التعاون مع شركائنا البرازيليين ضمن مجموعة بريكس. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة لم ترى أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك، كما وصف وزير الخارجية الأمريكي هجوم روسيا على أوكرانيا بالخطر الحقيقي. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ أن تعزيز القدرات الدفاعية للحلف لا يعتبر تهديدا لروسيا، وأشاد ستولتنبرغ على أن روسيا تريد إرهاب الدول الأوروبية للخضوع لمطالبها عن طريق معاهدة تهدد المبادئ الأمنية للدول الأوروبية. الوضع الطبيعي الجديد هو أن روسيا أظهرت بأنها مستعدة للاحتجاج على بعض مبادئنا الأساسية الأمنية، وحق كل الدول لاختيار مسارها، وحق أيضا الدول الناتو لحماية بعضها البعض. لقد اقترحوا بأن يكون هناك معاهدة تخترق وتنتهك تلك المبادئ الأساسية، وأيضا القوات القتالية أثناء الحرب الباردة التي كانت أساسا روسيا تريد أن ترهب الدول الأوروبية حتى تقبل بالمطالب الروسية. قال مستشار النمسا كارل نيهامر اليوم إن بلاده سترفع معظم القيود المتبقية والمفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول الخامس من مارس المقبل. ويتمثل القرار في إلغاء مواعيد الإغلاق في منتصف الليل للمطاعم وسماح بإعادة فتح الملاهي الليلية. وكان نيهامر قد أعلن مؤخرا السماح لمن لم يتلقوا اللقاح بالدخول إلى المطاعم والمتاجر غير الضرورية إذا ظهرت نتيجة فحوصاتهم سلبية. وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن إجراءات تقديم إثبات بإجراء الفحص أو التعافي أو أخذ اللقاح يمكن إلغاؤها كذلك، وذلك نظرا لانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا والسيطرة على الوضع في المستشفيات. حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونغ كونغ. وقال الرئيس الصيني في تصريحات له إن القيادة في بكين سوف تعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة وأن تحشد جميع القوى والموارد المتاحة لضمان سلامة وصحة سكان هونغ كونغ والاستقرار العام. وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة في المدينة التي يقطنها 7 ملايين نسمة، تصل الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توفير لقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية والقوافل الطبية المتنقلة والتي يتوفر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير المتوفرة في الصيدليات.
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبيل قباج ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد لقاء مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ. وشهد اللقاء استعراض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة الإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وأكدت الجمعيات أن مشاركة المجتمع المدني هو بمثابة تأكيد على ثقة الرئيس السيسي في قدرات المجتمع المدني وفي دوره الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية، مما يساهم في بناء الوطن والاستثمار في الموارد البيئية والبشرية. نظمت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى قرية كوم أدريجة التابعة لمركز الوسطى شمال المحافظة. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية. وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 100 مواطن خلال اليوم الأول للقافلة التي تستمر على مدار يومين في 12 عيادة و11 تخصصا للكشف على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعات والتحاليل بالمجان وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. القافلة تضم 12 تخصص في التخصصات الطبية المختلفة من خلال 11 عيادة متنقلة. تردد على القافلة حتى هذه اللحظة 1100 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم بصورة مجانية في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. تقدمه لنا دينا الشرف، إليك دينا. شكرا لك آية، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من أعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في الفترة من 14 إلى 16 من فبراير الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة. وسلط التقرير الضوء على الإشادات الدولية التي حظيت بها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إيجيبس 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نمو قطاع الطاقة المصري، حيث اتفق المشاركون على أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة. وعلى هامش فعاليات معرض ومؤتمر البترول الدولي إيجيبس 2022 شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية في مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الأمريكية لإطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول. وأوضح وزير البترول أن برنامج تطوير العنصر البشري وبناء القدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفاءتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما شهد وزير البترول طارق الملا خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول إيجيبس 2022 التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية، والتي تأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع
لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات. ويعد التعاون بين قطاع البترول وشركة أرامكو السعودية تتويجاً وامتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة قيادة وشعباً، والتي تؤسس لمزيد من الشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط بنحو 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية، وهي مؤسسة سي دي بي الإيطالية. جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. وأكد وزير البترول أن مشروع مجمع إنتاج سولار بأسيوط يعد واحداً من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين لأداء المؤشرات الرئيسية بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه، لغلق عند مستوى 729 مليار و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و76 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و82 قرشا للشراء و17 جنيها و94 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21 جنيها و23 قرشا للشراء و21 جنيها و37 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. صعدت أسواق الخليج، حيث سجل مؤشر أبو ظبي ارتفاعا قياسيا، في حين بلغ المؤشر السعودي أعلى مستوى له في 16 عاما مقتفيا أثر الأسهم العالمية. وقفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 1.2% ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما. وفي دبي أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 1%، كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبو ظبي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 0.3% مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. وفي أسواق المال الأسيوية، صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفيا أثر نظيره الأمريكي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا. وقفز المؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.2%، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67%. سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بأعمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن في ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدودا بفعل تسارع التضخم. وزاد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.2% بعدما ارتفع بنسبة 1.4% في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها ستسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاما، مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. في وول ستريت انخفضت المؤشرات الرئيسية بعد
أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من الدوافع لتجديد السياسة النقدية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.11%، كما انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.34%، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.71%. انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا حادا في يناير وسط زيادة في مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن ارتفاع الأسعار قد يخفف من أثر ذلك الانتعاش على النمو الاقتصادي هذا الربع. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.8% الشهر الماضي، وعدلت البيانات الخاصة بشهر ديسمبر بالخفض لتظهر انخفاض المبيعات 2.5% بدلا 1.9% مثل ما ورد من قبل. تزايدت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية في قرابة 30 عاما في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5% في يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس عام 1992. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي. وقال فاتح بيرول إن الفجوة بين المستهدف من الإنتاج في يناير اتسعت إلى 900,000 برميل يوميا. أهلا بكم من جديد. ينتظر أكثر من 800,000 مهندس لانتخابات النقابية التي ستقام في الرابع من مارس المقبل. وتقدمت قائمة مهندس في حب مصر ببرنامج طموح يلبي رغبات وطموحات جموع المهندسين. أكثر من 800,000 مهندس عضو بنقابة المهندسين على موعد في الرابع من مارس المقبل مع انتخابات يتطلعون خلالها إلى المزيد من الإنجازات والامتيازات. وللمرة الثانية تتقدم قائمة مهندسون في حب مصر إلى انتخابات نقابة المهندسين ببرنامج طموح يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لجموع المهندسين والاستمرار في دعم المشروعات القومية استكمالاً لما بدأته القائمة منذ 4 سنوات. أول حاجة بتهمني يكون بالنسبة للشباب الخريجين إن إحنا الدورات التدريبية والمنح التدريبية اللي هتم تنفيذها بالنسبة لهم اللي هي بتديهم فرصة لتجهيز سوق العمل. نمرة 2، عملنا بورتال توظيفي في نقابة المهندسين وتواصلنا مع الشركات ومع الجهات الطالبة زملاء مهندسين سواء في مصر أو في الخارج، علشان وجالي امبارح من هيئة الطاقة النووية مجموعة طلبات بالنسبة للمهندسين بيتم حضرتك عرضها على البرنامج الخاص بالتوظف في نقابة المهندسين. أهم حاجة اتعملت للشباب في الفترة السابقة هي موضوع التعليم الهندسي وما تم بذله من السيد النقيب المهندس هاني ضاحي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم في هذا الملف الذي شغل الكثيرين، وتم إنهاءه الحمد لله بإيقاف
إنشاء المعاهد الهندسية لتقليل أعداد الخريجين، ليكون حجم الخريجين يتناسب مع سوق العمل والمستهدف في سوق العمل العربي والإفريقي. تحسين دخل شباب المهندسين كونهم يمثلون 50% من أعضاء الجمعية العمومية والعمل على توفير فرص عمل لهم أحد أهم أولويات قائمة مهندسون في حب مصر، بالإضافة إلى تطوير ملف الرعاية الطبية وتنمية موارد النقابة وتحقيق الأنشطة النقابية في كافة النقابات الفرعية ودعم صندوق المعاشات. أنا استلمت الصندوق من 2019 كان في حوالي 30 مليون جنيه. النهاردة الميزانية اللي احنا هنعرضها الأسبوع الجاي بتاعة 2021 فيها 130 مليون جنيه. اشتغلنا على الدمغة الهندسية، كان عندنا موظفين بيروحوا للشركات تجيب الدمغة الهندسية. حققنا السنة اللي قبل اللي فاتت 250 مليون جنيه دمغة هندسية بتخش مباشرة لصندوق المعاشات، والسنة دي محققين 268 مليون جنيه برضه هتخش صندوق المعاشات. طورنا معظم النقابات، بنينا وطورنا كافة النوادي على مستوى جمهورية مصر العربية. منذ قليل الزملاء في إدفو بعتنا لهم جواب الموافقة على تخصيص 1000 متر لعمل نادي، وكلمتهم مباشرة والناس سعداء جدا، بيشكروا هيئة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين لسرعة استجابتهم. يعني بالنسبة لينا كمجلس حالي فعلا قابلنا أو بذلنا مجهود كبير جدا، قابلنا تحديات كبيرة جدا. استلمنا النقابة طبعا سنة 2018 كان فيها عجز في صندوق المعاشات، كان في ملفات كتيرة جدا غير مكتملة. الحقيقة بذلنا مجهود كبير جدا في التعامل مع نقابة المهندسين كمؤسسة اقتصادية بتخدم حوالي 800 ألف مهندس. كان لنا طبعا خطة واضحة تتركز فيه على تنمية موارد النقابة وترشيد وتنظيم المصروفات. ما بنضغطش مصروفات، احنا بالعكس احنا زودنا مصروفات على أنشطة النقابة في كافة المجالات. شجعنا الاستثمار في مجال التدريب، شجعنا الاستثمار في مجال الإسكان. كان في مشروعات كثيرة جدا في الإسكان كانت متوقفة من عشرات السنين، قفلناها وطرحناها للسادة المهندسين وأنشأنا مشروعات جديدة. نقابة المهندسين بالنسبة لنا كمهندسين هي بيتنا، هي أهم حاجة بتمثلنا، وبنشكر بشدة المهندس هاني ضاحي على وافقته على الاستمرار في تحمل المسؤولية. كما تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدفع بدماء جديدة في مختلف المجالات، حيث تنافس ولأول مرة في انتخابات نقابة المهندسين بخمس مقاعد. سبق لنا المشاركة والتواجد في جهات تنفيذية مثل مجلس النواب، مجلس الشيوخ، نواب محافظين. المرة دي إن شاء الله نزلة لما نقابة المهندسين من صقل ومن أقدم النقابات الموجودة. احنا عندنا 5 مرشحين. كما هو معهود على تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين ان هي لديها كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وكوادر قادرة ان هي تخوض كافة الاستحقاقات وتنقرض في المجتمع. يمكن عندنا تجارب سابقة في مجلسي النواب والشيوخ بترشح زملائنا من الشباب، ودي سابقة لم تحدث. الانتخابات اللي موجودة دلوقتي مع المهندس هاني ضاحي، زي المهندس هاني ضاحي ما قال، ان احنا بنتكلم تقريبا في من 40-50% من الشباب بيخوضوا الانتخابات على القائمة، ودي نسبة كبيرة جدا بتقول ان احنا عندنا تمكين لمجموعة شباب كبيرة بتقود النقابة في الفترة اللي جاية وفي الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها النقابة والخدمات المهنية. ومن المقرر ان تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف اعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري. ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس القادم هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس المقبل الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة
من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين. ومشاهدينا، في ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يلتقي في بروكسل بملك بلجيكا وعدد من المسؤولين ويعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب. مدبول يؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى ويتوقع نمواً يتجاوز 6% هذا العام. البرهان يعلن أن الأيادي ممدودة للمكونات السياسية كافة لتحقيق الوفاق الوطني بالسودان. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة. إلى اللقاء.